مصر مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أول أيام مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطر 21 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. مباشرة نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه التحديات المميزة والكبيرة الحاضرة والمنطلقة في هذه الاندفاع المميزة والكبيرة. شوط خاص بالحقائق القعدان 4 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بداية مع أول الأسماء، المركز الأول صدارة الشوط مشاهدين الكرام، من يقود الأسماء الكاسر محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، من يقدم شعاره يقدم لا تحديات الكاسر مع المركز الأول، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني ذرب سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا ذرب، بينما المركز الثالث القادم والمنطلق في هذه اللحظات من يتسلل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، من ياتي من خلال تقدم هذا الاسم المميز والكبير، ياتي عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد آل نابت المري مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع نتابع وناخذ المركز الرابع يتواجد في هذه اللحظات يتقدم صايب محمد بن حمد بن عتيق البريد المري، ولكن حصل دخول مع المركز الخامس يتواجد في هذه اللحظات، ياتي في هذه الانطلاقه المميزه مبعد خليفه بن محمد بن زاهره الخيلي. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في هذه الانطلاقه المميزه والكبيره في هذه الاندفاعه المميزه. يا سلام، ولكن العوده الى صداره الشوط، جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نقدية هناك بالانتظار تنتظر أحد الفائزين في مسار هذا الشوط. العودة إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى البداية، ما شاء الله هذه الاندفاع المميزة من شعار الزعبي، ياتي هنا مع الصدارة ذرب سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي مقدما شعار مقدما للتحديات وحضور ذرب هناك مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات مع المركز الثاني يتقدم مبعد خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي، والمركز الثالث القادم والمنطلق في هذه اللحظات يتقدم مشاهدين الكرام عقاب مع المركز الثالث عبد المحسن بن صالح بن راشد المري، والمركز الرابع وصول في هذه اللحظات تقدم من خلال تقدم العنابي محمد بن سعيد بن متعب الحنيتم المري القادم مقدم لنا العنابي في مسار هذا الشوط مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام شعار عبد الله بن جار الله البخيت القادم من خلال تقدم أيضا هذا الاسم المميز والكبير اللي مغطي عليه أيضا في هذه اللحظات العنابي في هذا المسار المميز والكبير. نعم، اللي هو قادم نجد عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى البداية، صدارة الشوط ذرب مع المركز الأول، ذرب مع الصدارة، مع البداية يقود الأسماء بشعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي مع الصدارة، مع المركز الأول، بن زاهرة من الجانب الآخر يتقدم أيضا مع انطلاقة مبعد خليفة بن زاهرة الخيالي القادم والمنطلق من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات أيضا مع المركز الثالث، يتواجد هنا عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد آل نابت المري، ولكن المركز الرابع يتواجد في هذه اللحظات القادم العنابي من ينطلق بشعار محمد بن سعيد بن متعب آل حنيتم المري، والمركز الخامس يتواجد في هذه اللحظات وينطلق نجد عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. يا سلام، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، بن زاهرة، بن زاهرة مع الصدارة يقدم الاندفاع شعاره، ولكن في هذه اللحظات من يتقدم أيضا في هذه اللحظات
يقدم العنابي محمد بن سعيد بن متعب الحنيتم المري والمركز الثالث. وصول في هذه اللحظات من يتقدم يصل الطائر راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري يصل في هذه اللحظات شعار بن السهران نعم القادم والحاضر في مسار هذا الشوط. بينما المركز الرابع وصل شعار بن رشيد يتقدم خلال تقدم شديد راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، ولكن عوده مع بن زاهره مع الامتار الاخيره. بن رشيد قادم، بن السهران قادم، الامتار الاخيره الامتار الخطيره يا سلام، ولكن بن زاهره صامد مع الامتار الاخيره. بن رشيد يحاول مع المحاولات الاخيره، بن السهران من الجانب الاخر ثلاثيه ولا اروع الامتار الاخيره. بن رشيد بن السهران ولكن بن رشيد سلام وتحية واحترام، تهانينا وناموس لعلي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا ايضا لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد على هذا الفوز والانتصار، وسلام للراشدية، سلام، تهانينا وناموس. المركز الثاني كان شعار بن السهران مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام، بينما المركز الثالث وصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام اللي هو مبعد خليفة بن محمد بن زاهر الخيالي. والمركز الرابع مبلش حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. والمركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام الكاسر محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، ولكن تابعنا هذا الشوط حضر شعار بن رشيد بحضور الكبار مقدما لنا اندفاعة شعاره مشاهدينا متابعينا الكرام. تهانينا والناموس يا راعي شديد راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي من حقق الناموس والانتصار. التوقيت الزمني خمس دقائق 58 ثانية، 85 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، وتهانينا ايضا لعلي بن عبيد بن رشيد داعم هذا الشعار، وتهنئة لك يا سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد على هذا الفوز والانتصار. بينما بن السهران حل ثانيا مع انطلاقة ايضا وحضور شعاره نعم اللي هو الطائر راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري. خمس دقائق 58 و91 جزء من الثاني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان شعار بن زاهره مقدما لنا اندفاعة مبعد خليفه بن محمد بن زاهره. توقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 5 دقائق 59 15 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لخليفه بن محمد بن زاهره الخيلي، تهانينا والناموس للجميع.